ضربة حرة مباشرة على طول لوليد صلاح الدين. وليد صلاح الدين يمشي حسام. سعيد وهو راجع اهو. وايمن شوقي اشترى الاهلي 1-0 ويبقى الجول بقى فرحان. هنا بقى ده بمساعده ايمن شوقي هي الكره اللي حسام انطلق بيها ويحرز حسام هدف التقدم حتى الان. اهو بيمشي حسام وهنشوفه مره ثالثه وبثقه بيحطها.